شفتوا اللي حصل يا جدعان؟ المدرسة الشريرة المجنونة خطفت المهرج يا جماعة، كل ده عشان ايه؟ كان بيعمل كده اهو اهو ينفع مني احسن تمسك نار يا جدعان، والله ممكن تخطفني دي مجنونة يا جدعان، ما تنسناش اسمع باللايك وخلينا المقلب النهاردة المدرسة الشريرة وخلاص، المهرج هنرجعه النهاردة لمكان. وهلا هلا 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 لكم وحشة يا جدعان. المهم يا جماعة ومدرسة والله وحشتني، نفسي اخش كده اوديها الشعلبازات يا جماعة. خلينا نشوف يا جماعة المقالب الجديدة اللي نزلت وتقريبا في السبيشال شابتر. ياب طبعا يا جدعان عندنا في مقلب المهرج، اوكي هتخطف المهرج، وعندنا مقلب التاني تقريبا بتحكمه في حد، هنشوف مع بعض مين يا جماعة. فخلينا نبتدي أول حاجة الشابتر الأولاني الجديد من المدرسة الشريرة، يلا يا شراشيرو. أوكي وليتس بلاي يا أبو اللزاليز. بصوا غلبان. والله يا عسل. بص بقى. سقفة سقفة يا جماعة. Amazing. What is hired? Follow me. شوفوا يا جدعان هتشغلوا عندها، اوكي يعني انت ضحكت عليه بالكلمه دي يا مدرسه شرشيرو. يا ابني خلي بالك يا ابني، ده فوت لعبتك الازاز اصلا. حبسته ورميته في البلاعه يا جماعه مع السراسير. الله يستر، تعرفش ان الاسطوره موجود هنا عشان ينقذه. طبعا يا جماعه لو انتوا لسه جداد معانا في القناه مش هوصيكم بقى يا جماعه، انا كل مره بمسك المدرسه الشريره يا جماعه مقلبه هتلاقي الصف الاحمر تحت دوسوا عليه وحولوا الرصاص عشان تنورونا في القناه، وفي نفس الوقت يا جدعان نخلي المدرسه بعيده عن الناس دي يا جماعه عشان ايه بتعمل حاجات غريبه عجيبه. طب انا مبدئيا دلوقتي هروح فين؟ فكر يا ابو اللزاليز. اوكي خلينا يا جدعان نروح على منطقه المخزن. لو جت التريب 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 احنا كده ماشيين صح. ايه ما عملتش تريب 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 ليه؟ ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه هنحتاجها هنا يا راجل، بس في ادوات هنا والله دي ممكن نقص بيها يا جدعان لو في. اوكي كنت حاسس والله، لسه بقول لسه هنقص. حلو ناخدها احتياطي ونمشي توماتيكي توماتيكي كده كده عند البسين. بس انا مش عارف هي خبته في القبو ولا خبته يا جدعان. والله ما فاكر خبيته فين، ممكن تكون خبيته في اوضه الالعاب دي ولا اسمها ايه. خلينا نفتح هنا. اوكي نخش من ورا. انا نفسي اعرف فين الفكره. والله حركه بلاش اي ست اللازمه. طلعه 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 الخلبوصه، هتعملني كمين يا جماعه. طب what should I wear to the masquerade party? اوكي 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 سيبكم منها. Of course. I can look good in everything. اطلع اطلع بسرعه تكون كلها. اجري يا ابو اللزاليز. ارتر تر 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 لا 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 استخبى. ايه الحمد لله ربنا ستر يا جدعان. هي دي البليعه ما ينفعش افتحها البتاع دي؟ لا بس هي جايه لي يا جدعان، شكلي هتروق النهارده. خليني احسن اتحرك من مكاني ونخش على الله على الذكاء. والله استخدمت الغاز يا جدعان، استخدمت الغاز. والاعلان انقذني بيني وبينكم. امس يا عم انت محصور ولا ايه؟ جاي اعلان في الوقت المناسب. اوه جرس الفصحى. اوكي اقفل يا عم الباب يا عم. خلينا ندور هنا يا جدعان، الشمعة مش هنحتاجها، ممكن نحتاج ايه؟ فكروا معايا. انت جايه ولا ايه؟ ما تفهمهاش قصه. مش عارف ممكن نحتاج ده والله، ممكن نحتاج المنشار. هو في كذا حاجه لو يفيدنا بالتعليمات يا مسهل. انت داخله فين؟ انا حرصا يا شرطه اكون بطني مطمنه. يبقى في حاجه هنا هتتقصقص. بعد عني يا شيخ ان شاء الله يسهل لك بقى. اعتصم بعد عننا. اقفل يا عم. في حاجه هنا، في حاجه هنا. اها والله كنت حاسس يا جدعان. ممتاز. ما خلاص بقى يا مدرسه شراشير انت. الحمد لله في المكان اللي هناك. طب الحمد لله يا جدعان كده كده ما اتحركناش، يبقى احنا ناقصنا اداه ثانيه نقدر نقص بيها. ممكن تكون موجوده في القبو، بس هو كان بيقول لي في حاجه هنا في المخزن. اوكي اقفل بس كده ممتاز. في حاجه هنا يا جدعان. لا والله خليها طيب نتحرك. يا ابني انت هتوترني ليه يا ابني؟ انت كل شويه محسسني في حاجه هنا. اوكي اوكي هنرجع بقى تاني للكنازره. طيب في الاوضه دي
سوري يابا. شفت حاجة؟ إيه ده مش شايفيني إيه ولا إيه؟ والله مدرسة منك إيه بس. تقريبا هنستخدم دي، نقدر نقصها. طب ممتاز، حلو يا جدعان. طب احنا دلوقتي عايزين نقص دي، خلينا نجرب. افتح هنا، اقفل. يبقى في خطا صغير يا جماعه، اللي انا المفروض الرشاقه دي هي دي اللي اقصها. طب احنا ممكن نعمل ازاي؟ نرجع تاني. نرجع تاني يا جدعان، نعلق الرشاقه وبعد كده ايه اطمنها بال اسمه ده بالبنزين اللي معانا. يلا ارجع في الاوضه بتاعتها. يا رب يكون يا جدعان في رشاقه تانيه، تبقى ايه مدرسه محترمه وكيوته وعسوله وكل حاجه. افتح هنا، بنقدر نعلق ده. والله ايوه ينفع. الله بقى يا رخم انت كمان. طب افتح هنا. طيب عايزين ندور على واحد طيب غيره. بصوا يا جماعه، بيني وبينكم انا اضطريت بس اعيد الحته الصغيره دي علشان نقدر نقص الحاجه، فخلينا يا جدعان نقصص. يلا بلازاليز. ممتاز، حلو قوي كده عملناها يا جدعان. طب ايه الفكره؟ زي كنا حولنا لدبوس. يلا نقدر نستخدمه في المناهه. حلو. عشان نعملها زي ما الاسمها دي الصناره يا جدعان. والله فكره اسطوريه يا معلم. طب وبعدين هنتصرف ازاي دلوقتي يا جدعان؟ جبنا المفتاح. انا بقى مش عارف هو في الكاب ولا في حاجات اللعب تحت كده. تسمع صوت الحنفيه هتيجي جري. انا عندي احساس تحت. والله عندي احساس، قلت لكم. دلوقتي معانا المفتاح ومعانا البنز التاني، بس عايزينها تطلع الاول بره. يلا مع السلامه. يلا طريق السلامه يا اختي. انزل بسرعه بسرعه بسرعه. الدكتور ينفع تطفي عليها الحاجه؟ طالما الجرس هنا يا جدعان يبقى تقريبا هو في القبر. تعالى يا مدرسه شراشيرو، خليك انت واقفه هنا. ممتاز، خلينا يا جدعان نحذف ده. ايه بس ارمي يا عم. اوكي اوكي اتحرك بقى. بص ايدك بلاش نقوم، واقف على عينك يا عم. نقدر نستخدم المفتاح. الله، هو ده المكان اللي مستخبيين. هو فين؟ لا يا جماعه، شوفوا عامله فين المفتريه. يخرب عقلك، ده انت ماسكاه. حرام. سنة حاول اساعدك. يلا يا بطل اهرب يا بطل اهرب. ايوه لازم انا اللي اهرب يا حلولي. استنى يا جدعان، انا معاك تورته قبل هي ما تشوفني. ان شاء الله قفشتني انا عارف هتقفل. اجري. والله كنت حاسس لك. شوف حط رتري في المفتريه. اجري بسرعه بسرعه بسرعه. تعالى يا شراسيرو. ريت الرات، شوف الرات هيعمل فيك ايه. تعالى. ايوه اهرب 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 اهرب. اوكي 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 حط عليها تورته يا جماعه. صدق والله اخيرا ظبطت. تعالى يا مدرسه شراشيرو. يلا يا مهرج بيعمل حاجه تقريبا هيمقلبها. يا ريت، احنا كده كده فكناه، ما قدامكش فرصه ثانيه، لازم انت بقى تحاول تفلفص. خلينا نشوف رده فعلها يا جدعان. متوقعين ايه؟ اكتبوا لي دلوقتي في التعليقات رده فعلها. انا مش عارف، ممكن تتخض، ممكن عادي، ممكن تمسكه تاني وتحبسه، بس مش هخرجه المره دي. انت بقى تعامل مع نفسك. يلا يا كابتن، ايه المدرسه جايه لك بقى؟ حاول تتظبط انت مع نفسك يا سيد. يا جماعه انا مش مطمن خالص المكان، هي اللي جابها هنا اصلا. الحمد لله والله كنت بطني مغوشه. ايه ده؟ اوكي. اللي جابك، اجري اجري يا ولد. يعملوا سباق. الله الله على المساكه. اهرب اهرب. اجري. ايوه البسين ده والله انقذها يا جدعان. انقذها هو قصدي. بدات تتعصب المدرسه. ايه ده الهبل اللي انت بتعمليه ده؟ بصي تحتيكي. طيب. ساعات بتحصل يا جدعان، لو الواحد يستعمل ممكن يجري يفكر نفسه كده على حاجه وبعد كده باي باي. بيني وبينكم قلت اجرب عجله الحظ. يا رب يطلع حظنا حلو كده يا جدعان ويجي لنا حاجه جامده. يلا اقف بعد الكوين، خليك حلو. يلا 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 يلا. انت هتطول ده يا عم، حرام عليك بس يا عم، خليهم لك. المهم يا جدعان خلينا نخش بقى على اللي بعده. وعندنا هنبقى هي دي بقى يا جماعه. تقريبا هي بتعمل زي كانها بتتحكم في حد، بتعمل حاجه، بتحولهم لعرايس، مش عارفين. لسه هنشوف مع بعضينا. فخلينا شوف بيعمل ايه. اوعى تقول لي ماسك حد. مش يا جدعان دي لعبه يا جدعان، واخده هو الحرامي بيشغل عليه. ده بيشغل عليه زومبي والتاني بتضحك فرحانه ومشغل له الموسيقى. Let's take it up a notch. A marionette of those idiot kids. الله، شكلها رويانه يا جدعان. خلينا نختار دلوقتي غاز الضحك. تمام كده حضرت لها يا جماعه الغاز. جاهز لك دلوقتي هتتظبطي التظبيطه صح. طب دلوقتي بقى احنا هنروح فين وهنيجي منين؟ انت من اولها؟
يبقى ممكن يكون في حاجه في اسمه ده في المخزن. خلينا نشوف يا جماعه، ممكن والله نلاقي وهي قاعده مريحه على البسين. اول مره اشوفها مريحه على البسين يا جدعان، دايما بتلعب رياضه. خلينا يا جدعان ناخد ده جديد، ممكن هنحتاج حاجه تانية الله اعلم. خلينا نرجع بس الاول، جبت يا جدعان المفروض زي سمخ. بعد كده الخطوه الثانيه بيقول لي دور على حاجه تقريبا عشان تخليها هايبر زي ما كانت عامله في الحرامي. يبقى معنا كده يا جدعان هندور على حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. خليني طيب مبدئيا اطلع فوق. ايه يا ابني كميه الكورزون دي، في حاجه هنا ولا ايه؟ تقريبا في حاجه تحت يا جماعه. طب خلينا طيب ندور المكان اللي هيبره. ممكن تلاقي فين يا ابو اللزريز؟ مفيش حاجه كده يا جدعان. نور انت نمتي؟ والله طب استني بس اما هيبرك. اوه يبقى مكان الاسطوانات هنا ممكن نلاقي حاجه يا جدعان. ممكن تكون مخبيه مثلا الشريط او الاسطوانات في مكان فين، مش ده المكان اللي تبقى على طول قاعده فيه وعلى طول دايما تقول اسطوانه؟ والله بتستقبل انت مخبيهم فين دلوقتي؟ الله اتلقتم يا جماعه، ده مش معنى حطنا هنا حاجه غريبه. عندنا جدعان اول واحد اللي هو مش عارف اسمه مدرك ايه، والتاني تقريبا بتاع الهيبره. فانا عندي احساس يا جماعه هو بتاع الهيبره ده الصح. اوكي ناخد الاسطوانه، ممتاز. اخدنا اسطوانه وبعد كده هنحتاج نعمل ايه؟ بصوا خلينا يا جدعان نرجع مره تانية علشان ندور على حاجه نقدر نتحكم بيها في المدرسه زي ما عملت مع الراجل. اقعدي اتفرجي يا اختي كمان انا مع نفسك بقى. فين المكان؟ او تقريبا في المكان ده يا جدعان. صح 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 صح. الله الله احلى حاجه الجرس ده والله يا جدعان، بيحسسني براحه. دي حاجه كانت قريبه من هنا اللي هو المفروض اللي هنقدر نستخدمه عشان نتحكم فيه في المدرسه. فينك يا عم بقى؟ انت دورت عليك تعبت والله. شمعة؟ لا مش شمعة. منصار؟ لا ممكن يكون يا جدعان غير المنصار. ايوه هي دي محتاجينها. يب خد يا ابو اللزريز. طب مفيش حاجة تانية؟ تقريبا في حاجة. مالي صوصولي. اها في حاجة والله صغننة هنا يا جدعان، شايفينها؟ يا لهوي على المنظر. ثواني بتفكروا افكر فيها يا جماعة؟ احنا ممكن نعمل حركة اسطورية في المدرسة. ايه دي جاية لي؟ والله انا عارف ان انت مش هتسيبيني، فانا قلت كده 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 انزل يا عم. اقول لكم حاجه كده، خلينا نطلع من بره. ايوه في المكان ده سمعت والله صوت الجرس. فيا هنا يا هنا، في حاجه هنا. اه والله تصدقوا بيرفكتو. خلينا اول حاجه هنحط الخشبه فين؟ هنا الاسطوانه وش تمام. طب واللز ايه ده؟ اللز هنحطه في التلفزيون؟ مفيش حاجه يتحط هنا؟ طب الخشبه دي نحطها فين؟ اوكي طب وهنا؟ فين يا عم؟ والله احسن المدرسه تيجي تظبطنا. استنى يا عم نحط البتاع الاول هنا. اوكي وبعد كده هنعمل ايه؟ بيقول لك نحط اللزق. حلو كان نحط اللزق بيرفكتو. بعد كده نحط الخشب، ينفع؟ والله يا جدعان مش ظابطه. اوكي نحط طيب خشبه ثانيه برضو نفس القصه. طب خلينا نحط الاسطوانه تمام. طب ودي هنحطها فين؟ استنى يا عم كابتن، الخشب انا جبناها اهي حط. هنعملها يا جدعان زي كده بنتحكم فيهم كده. انت هتظبط ظبطه والله مدرسه بتاع لك التلفزيون. تعالى اتفرج على ابو اللزريز. ايه 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 رامي يا معلم، والخطه ظبطت يا جدعان. بس كده شكرا، افضل ما وفق نهايته المدرسه الشراشيرو. اقعد وانا مطمن بقى، خليني ارفع الرصيف احسن لي. ممتاز. بص يا مدرسه، هل بقى هنقدر نتحكم فيها يا جماعه ولا مش هنقدر؟ زي ما كانت ماسكه برضه في الحرامه، خلينا نشوف هنقدر نتحكم فيها ولا لا. رايحه 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 على التلفزيون. اتحولت ليه يا جماعه؟ لسانها ايه؟ قول الاثنين. اي خدمة ده، انت بصي احسن اتحقق والله، اتحكمت فيهم يا جدعان. سلام. ايوه كده اخيرا، ده احلى مقلب اشوفه يحصل في المدرسة الشريرة. فطبعا يا جماعة انا هقفل لحد هنا، عجبكم الفيديو لايكاتكم بقى يا جماعة، وشكرا لكم على المشاهدة. اشوفكم مرة جاية فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا سلام.